لو شفته هديله بالقلم على وشه وكسرت كل اسطواناته بجزمتي. جملة قالتها الملكة ناريمان لما اتسألت عن حقيقة استعدادها للجواز من فريد الأطرش، وده بعد شهور من طلاقها من الملك فاروق. مش ده بس اللي حصل، ده أمها أصيلة هانم ردت عليه بالصحف وبهدلته وقالت هو نسي نفسه ولا إيه، ده مجرد مغنواتي وفي فرق اجتماعي كبير جدا جدا بيننا وبينه. تعالوا بقى نقول لكم إيه رد فريد على الفضيحة دي، وإزاي الملكة ناريمان اتسببت في دخوله المستشفى، وإزاي انتقم منها بعد كده وقال عليها إيه. شوفوا الفيديو كامل في أول تعليق.